من أعظم نعم ربنا على عباده إن هم يدركوا شهر رمضان. النهاردة أول أيام هذا الشهر الفضيل، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، ودايما بيقولوا عليه كده كده كالشمس بين الكواكب. ده غير طبعا الفضل والثواب العظيم للصائم بيحصل عليه لما بيؤدي فريضة عظيمة ربنا أمرنا بيها. من احنا النهاردة هنتكلم عن التسامح في رمضان بين الناس، وكمان المواظبة المستمرة على الفروض. بنرحب في فقرتنا النهاردة بضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، الدكتور محمود الهواري الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية. صباح الخير يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، كل سنة وكل المستمعين والمشاهدين بخير وسلام. آمين. كل سنة وحضرتك بألف صحة. لما نيجي نتكلم عن التسامح، أنا عايزة بس حضرتك تعرف لنا التسامح ده بيبقى إمتى وإزاي ومعناه، لأن في ناس بتبقى مختلط عليها الأمر، قد يكون وقع عليها ظلم شديد وتطالب طول الوقت بالتسامح، قد يكون هو اللي معتدي ويطلب من اللي قدامه أنه يتسامح معاه. إمتى الناس بتتسامح وتتسامح إزاي؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو أن احنا نتسامح معاده إمتى وطبيعة التسامح إيه و الصور المختلفة للتسامح؟ والحقيقة فعلا سؤال مهم جدا، لأنه بيمس واقع الناس، خاصة أن احنا بيبقى فيه أزمنة بنسميها الأزمنة الفاضلة، وهذه الأزمنة الفاضلة اللي بد أنها توقر وتحترم. فاحنا بنلتمس دخولنا في شهر رمضان باعتبار أنه شهر كريم وشهر فيه خير وبركة، فبنطلب من الناس التسامح. بمعنى بسيط خالص، معنى التسامح أن الإنسان يعفو ويصفح عن أي خطأ أو أي تقصير أو أي جناية. طبعا الجناية مش بمفهومها القانوني، يعني خطأ حصل بالنسبة له، فيسامح في ده، يسامح في حقه، يعفو عنه لو له حق ممكن يتجاوز عنه. واللي عايز أقوله في البداية في مسألة التسامح، أنه المتسامح إنسان كبير، يعني القصة أنه يتسامح على وجعه ويبقى أكبر من ألمه، دي معناه أنه إنسان، دي نوع من البطولة بالمناسبة، لأنه البطولة أو الرجولة أو القوة ما هيش في الانتقام وما هيش في استفاء الحق وما هيش في ان انا اكون قوي اقوى من غيري وانزل بيه العقاب وانكل بيه وكذا، لكن ان انا اسامح هي دي البطولة الحقيقية. فقط اذا كنت قادر على التسامح وانا في موقف قوة، ولا وانا كمان في موقف ضعف اتسامح؟ يعني حضرتك بتقول اذا استطيع ان انكل بيه او استطيع ان انزل بيه العقاب. تمام. اذا لم اكن قادر على ده برضو يبقى اسمه تسامح؟ متسامح طبعا، لانه ببساطه شديده الحقوق عند الله لا تضيع، يعني انا لو حق ضعف في الدنيا فانا عندي حق في الاخره، هيجي لي. فانا لما اكون متسامح يبقى انا عفيت عنه، ان كنت صاحب مقدره في الدنيا عفيت عنه يبقى ده تسامح، صاحب حق في الاخره عفيت عنه يبقى ده تسامح. ويمكن المشهد الجميل اللي هو دايما بنستدل بيه، وطبعا وفي اكتر من مشهد في سيره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بس بينقل التسامح العملي اللي هو مش تسامح نظر. يعني احنا يمكن مشكلتنا ان احنا شوية بنتكلم من غير ما نحاول ناخد الكلام ده لناحية عملية حياتية واقعية. يمكن عاش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة جدا في المجتمع المكي، 13 سنة موجود وهو بيحاول يعرض الدين على الناس ويعلمهم الأدب الرباني والأوامر والنواهي وهكذا، وبعدين راح المدينة، وبعد 8 سنين من الهجرة رجع تاني لمكة في فتح مكة سنة 8 هجرية. المشهد بصراحة مشهد يعني تعجز الكلمات عن انها توصفه او تبلغه او تحاول تبلوره في صورة معينة، لانه وقف وسط الناس وبعدين بيسألهم السؤال اللي احنا كلنا عارفين القصة بس من عايزين نحسها بقلوبنا اكتر، ما تظنون اني فاعل بكم؟ هؤلاء هم دول اللي شتموه، هم دول اللي ضربوه، هم دول اللي اهانوه، هم دول اللي رفضوا دعوته، هم دول اللي سبوه واذوه حتى في اهله وفي عقله واتهموه بتهم شنيعة جدا. وبعدين هم بكل بساطة، لان هم يعرفوا ان هو صادق امين، قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم. طيب ما هو انتم ما كنتوش فاكرين لما حصرتوه مثلا في شعب ابي طالب 3 سنين والناس مش لاقية تاكل، ما كنتوش عارفين ان هو اخو كريم وابن اخ كريم؟ لما طلب منكم انه إيه، انا مش عايز منكم حاجة، لا فلوس ولا ملك ولا 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 ولا، عايز بس ادلكم على الخير واعرفكم طريق ربنا، ما كانش اخو كريم وابن اخ كريم؟ لما تأمرتوا على قتله واجتمعتوا قدام البيت علشان تطلعوه ويتفرق دمه في القبائل، ما كانش اخ كريم وابن اخ كريم؟ دلوقتي بقى اخ كريم وابن اخ كريم، ومع ذلك يعني لم تغلبه قوة البطل المنتقم ومعه أتباعه وجنوده وكذا. نعم، لكن قال لهم بكل بساطة اذهبوا فأنتم الطلقاء يغفر الله لكم. ودي قمة التسامح مع القدرة على إيه؟ إن أنا أوقع العقوبة أو النكال بصاحب الخطأ في حقي. طيب هل التسامح هو شرط القبول الطاعة؟ احنا يعني مش بنسميه شرط علشان بس ما الناس برضو ما تفهمش غلط،
لكن احنا من باب توقير الصيام، من باب توقير الطاعه، احنا بنحافظ على طاعتنا. وبعدين احنا لو تاملنا المشهد كويس قوي هنلاقي ان فيه غايات اخلاقيه مربوط بها العبادات. يعني احنا ربنا سبحانه وتعالى صحيح امرنا بالصيام وامرنا بالصلاه وامرنا بزكاه وحج والكلام ده كله، لكن لما نرجع للغايات او النتيجه النهائيه اللي احنا عايزين نوصل لها من هذه العبادات هنلاقيها غايه اخلاقيه. يعني مثلا ربنا امرنا بالصلاه وقال ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، وامرنا بالصيام وقال لعلكم تتقون، وامرنا بالزكاه قال خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، وقال في الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فاذا كل العبادات المشروعه مرتبطه بغايات اخلاقيه، لان ربنا سبحانه وتعالى غني اصلا عن عبادتنا. بس الفكره كلها العباده دي بترجع لنا احنا بالفايده، وبترجع على المجتمع كله بنوع من التالف والسكينه يعني والتقارب وهكذا. فاذا احنا لما نفكر في مساله ان هو يقبل ولا يقبل، احنا مهم انا اخد بالنا عشان توقير صيامنا. بمعنى ايه؟ اولا احنا عايزين نفهم انه هذا النموذج العملي الذي كان في ايام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له امراه من كثره صلاتها وصيامها. ولما نقول انها ذكرت من كثره صلاتها وصيامها، دي مش معناها انها بتصلي الفريضه، يعني مش بتصلي ظهر عصر مغرب عشاء فجر كده زي الناس، لا، ده قدر تقريبا كل الناس بتتفق فيه بيصلوا الفرائض. لكن لما تذكر من كثره صلاتها وصيامها، ده معنى كده انها صلت الفريضه وصلت كمان نفله وتطوع بزياده قوي. الصيام مش صامت الفريضه شهر رمضان بس، لا، دي كمان صامت حاجه تانية اعلى من رمضان، يعني مثلا اثنين وخميس مثلا او الايام البيض في الشهر وهكذا. طيب ايه مشكلتها الست دي؟ دي ست كويسه، يعني بالحساب المبدئي دي ست كويسه بتصلي وبتصوم وبزياده، لكن غير انها تؤذي جيرانها بلسانها. يبقى هنا عندها الناحيه التعبديه موجوده كويسه، لكن الناحيه الاخلاقيه في تعاملها مع جيرانها في اذى، في سب، في شتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حكم في هذه الصوره برغم ان في عبادات، قال لا خير فيها، هي في النار. طبعا دي ازمه كبيره جدا، ازمه كبيره جدا. ازاي؟ انه ممكن الصوره اللي احنا متصورينها، انا ثري بحساباتي، انا عندي غنى بطاعاتي وعباداتي، بس ممكن اجي يوم من الايام انفلس. ليه؟ لانه انا مع التعاطي والعبادات الموجوده عليا حقوق، فده هيستوفى من ده، ففي الاخر اطلع الحساب معايا بالنسبه لي صفر. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسال مره: اتدرون من المفلس؟ فبحكم وبعرف الدنيا السائد، المفلس اللي ما عندوش فلوس، اللي ما يملكش حاجه. لكن علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المفلس لا، هو مش ده، اللي هو بيجي بصلاه وصيام وزكاه، عامل عبادات وعامل طاعات، لكن في نفس الوقت هو جاي شتم ده وسب ده واكل مال ده وعمل. اذا الحاجات دي كلها احنا متصورين انها مش عبادات. وده برضو بيصحح الفهم بتاعنا في فكره انه هو الدين صلاه وصوم بس. لا، الدين جزء منه عباده، اللي هو الصلاه والصوم المشروعه والزكاه والحج والحاجات دي، ولكن جزء تاني اخلاقي مهم جدا، لانه الانسان الدين ده بناء شامل، مش حاجه واحده في ركن من اركان الحياه، لا، الدين شامل الحياه كلها. فهو بينظم علاقه الانسان بنفسه، وعلاقته بربه، وعلاقته بالكون حتى من حوله، علاقته بمجتمعه اللي حواليه، كل دي بينظمها باوامر الهيه، واوامر تبقى فيها مصانه بنوع من القداسه. فاحنا لما بنقول ان في تسامح، التسامح ده امر رباني وشرع نبوي، ما ينفعش ان احنا نقول طب انا خلاص انا هصلي كده، انا عملت اللي عليا ومش لازم الجانب ده، لا، مش لازم ده. وانا لازم اسامحه قدامه يعني، ولا اسامحه بيني وبين نفسي؟ والله لو احنا عايزين نوصل لنوع من التسامح المجتمعي والتالف، يبقى طبيعي لازم نتسامح. ودي القوه الحقيقيه. ويمكن انا في تجربه اتكلمت عليها قريب ونفسي ننقلها بمناسبه شهر رمضان الكريم. احنا طبعا لما بنعيد على بعض بمناسبه الشهر بنقول له كل سنه وانت طيب، بنقول له تقبل الله منا ومنكم، ايا كان الكلمه يعني. في بعض البلاد انا لقيت تجربه جميله جدا جدا جدا، انه يوم العيد مثلا تحديدا، المفترض ان هو يوم فرح وكذا، لكنه بيبقى يوم بكاء، لانه بس ده في بعض البيئات يعني، بيروحوا بيشترطوا في العيد لما يعيد عليه انه يقول له سامحني، انا غلطت في حقك، 1 2 3 سامحني. يعني التسامح ده مطلوب جدا. وتصور حضرتك لو احنا قعدنا مشهد التسامح كل فتره وتصفينا، عمرها ما تبقى في مشكله، لان الانسان لما يكون بس يكون بجد، يعني اكون مصفي قلبي، مش اقول لحضرتك سامحني تقول لي خلاص سامحتك واحنا اتنين بنتكلم بس على الفاضي، ما بقاش الموضوع. يعني انا بتكلم انه اصل الامور ان هي تبقى حقيقيه، ما تبقاش مجرد حاجه بتتقال، مجرد الفاظ وما احناش حاسينها وما احناش بنطبقها بجد. هو ده الصدق. الصدق احنا مطلوب مننا ان احنا نبقى صادقين في اعمالنا، مش بس صادقين في اقوالنا. ويمكن احنا لو دورنا في القران الكريم هنلمس هذا المعنى، ان مفهوم الصدق مش معنى ان انا اقول كلمه وخلاص، لا، معناها ان الكلمه تبقى مطابقه للحال ومطابقه للواقع. فانا لما بقول له سامحتك،
يبقى انا فعلا عارف ان انا عندي قرار حقيقي من قرارات نفسي ان انا سامحته، ولا بأدب نفسي وباجبرها على انها تسامح. طبعا. وكمان لما اطلب منه السماحه بطلب منه بقوه، يعني بطلب منه مش نوع من العنتريه، لا ده انا بطلب منه ان معترف بتقصيري فعلا، فانا بطلب منه السماحه. طيب ده بينطبق على معاملات كل الناس مع بعض، اللي بينهم خصومه يتصالحوا ازاي، يعملوا ازاي من غير ما ندخل فيها الكرامه ومن غير ما ندخل فيها المظهر وكل واحد خايف على شكله. عايزين نقفل كل النقاط دي عشان نخرج من الحلقه ان شاء الله والناس فعلا عندها قدره على تنفيذ اللي احنا بنقوله. هي المساله دايما، ويمكن ده اللي احنا بنتعلمه من رمضان، مساله قرار. خد قرار. بمعنى ايه خد قرار؟ واحد مثلا عايش فتره طويله جدا يقول يا انا بيني وبين اصحابي مشاكل، بيني وبين جيراني مشاكل، طب انا نفسي خد قرار. المساله سهله جدا. طب انا مخاصم اهلي مش عارف، خد قرار. يعني انت مستني ايه؟ المساله كلها مساله قرار مش اكتر من كده. اعزم نيتك واعقد العزم تمام، وخد قرار ان انت هتكون متسامح، وان انت هتكون متصالح مع نفسك، ان انت متصالح مع الناس، وخد قرار ونفذ بناء على ده. اللي الانسان لازم يتصوره فعلا انه هو محتاج ان ربنا يعفو عنه اصلا. فانت محتاج تعفو عن الناس علشان ربنا يعفو عنك. يعني انت ازاي بتطالب الناس بهذه المساله، او ازاي انت مش سامح من نفسك، مش لم تبذل هذه السماحه، وبعدين بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى انه يسامحك. يعني انت بتطلب حاجه وانت مش عارف تبذلها، مش عارف تقدمها للناس، بالرغم ان انت اللي انت يعني الخطا اللي في حقك ممكن يكون خطا صوري وشكلي وبسيط جدا. كتير من مشكلاتنا في حياتنا عباره عن خلاف وجهه نظر، خلاف بسبب كلمه، خلاف بسبب موقف عابر ممكن يعدي. يعني ممكن دايما نسال نفسنا ماذا لو احنا ما اختلفناش، طب لو انا ما زعلتش، طب لو انا ما اعترضتش، طب هو لو ما قالش كلمه كذا وانا ما قلتلوش كلمه كذا. فالمساله كانت هتبقى ابسط من كده بكتير. فاحنا محتاجين بس مش اكتر من قرار. خد قرار واعمل ده. تمام. رمضان بيعلمنا القرار. احنا فجاه بالليل، احنا كنا في شعبان كنت بتاكل وبتشرب وبتفطر براحتك الصبح، وفجاه خلاص صيام، خدت قرار. هي دي، تعلم خد قرار. تمام جدا. على الجانب الاخر، في بعض الناس بالنسبه لهم رمضان عباره عن صيام فقط، الامتناع عن الاكل والشرب في نهار رمضان فقط، لكن غالبيتنا مقصرين في العباده. ازاي نرجع نستعيد تاني القوه والشحنه الايمانيه عشان نرجع نصلي في المساجد زي ما كنا بنعمل زمان، نرجع نقوي علاقتنا بربنا اكتر على كل الاوجه، يعني مش بس زي ما حضرتك ذكرت كده في البدايه فعلا صوم وصلاه فقط، لا في جوانب اخرى. فازاي ان احنا نرجع تاني نادي هذه العبادات على اكمل وجه؟ هو شهر رمضان يعني بصراحه بمجرد الانسان ما بيحس بقرب شهر رمضان، الروح بتحن والقلب بيطير الى مساله انه الحمد لله هنصلي وهنقرا قران وهنلتزم في الفرائض. انا باجي بدخل رمضان كاني بقول يا رب انا مرهق من عاداتي، مرهق من تقصيري، مرهق من نفسي. فيا رب انا داخل الشهر انا عايز استريح، انا عايز ابقى كويس، انا عايز اتغير. لان انا بقالي 11 شهر كل ما اقول لنفسي مثلا عايز انزل اصلي الفجر حاسس ان في حاجه بتعطلني، عايز انزل اصلي الجماعه مشغول، كتير من الملهيات والمشاغل وعاداتي اللي بتغلبني، كل ده بيتغير في رمضان. اول سبحان الملك يعني بيربي الانسان على انه تسمع وتطيع، تسمع وتطيع. الانسان قاعد لما الفه اللي متعود عليه، يعني ياكل يشرب يلعب يعمل اللي هو عايزه، لكن فجاه هو مرتبط بوقت معين، اذان يقول له افطر هنا. في ناس بتخاف تروح الجامع في رمضان اللي بيكونوا مقصرين طول السنه عشان نظره الناس ليهم، انت جيت ما هو رمضان جاي بقى كل سنه وانت طيب. طبعا هو خطا ان في ناس تبص البصه دي. يعني احنا في الوقت اللي احنا بنقول للراجل اللي هو خايف بالشكل ده يروح الجامع علشان الناس بتبص له وتقول انت راجل رمضاني مش عارف ايه، خليني رمضان يا سيدي طيب، ايه المشكله؟ يعني انا يعني انت عايزني ما اطوبش خالص؟ يعني عايزني ما اشتغلش خالص؟ يعني لكن احنا بنعيب على الناس الثانيه اللي هي بتعمل كده. ليه؟ لانه الواضح، وده برضه نوع من التسامح برضه، الواضح انه من سيره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتعامل مع العصاه ما كانش بيتعامل بهذه القسوه. اولا انت مش افضل من حد علشان تبص له البصه دي، ان انت بتروح الجامع وهو ما بيروحش، انت مش معصوم وهو في غلط، انت مش مقدس وهو مدنس، لا يعني احنا كلنا اصحاب خطا وكلنا اصحاب تقصير. كون ربنا سبحانه وتعالى وفقك لحاجه كويسه فده مش معناه ان انت تبص للناس من فوق، مش معناه ان انت تبص للناس ان هم اقل منك درجه. دي نمره واحد. نمره اتنين، لا اياك اولا انت بتعامل ربنا سبحانه وتعالى، اي واحد فينا مقصر لو راعى نظره الناس وكلام الناس يبقى عمره ما ياخد خطوه قدام. طب الحل ايه؟ الحل دعك من كلام الناس، لان احنا بنتكلم دايما على ايه؟
خلي دايما تعاملك مع ربنا سبحانه وتعالى، انت بتتعامل مع الملك الكريم، والملك الكريم قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. فاذا انت تيجي لربنا سبحانه وتعالى، تروح له بالليل، تروح له بالنهار، تروح له في رمضان، تروح له في غير رمضان، كده كده ربنا سبحانه وتعالى الباب مفتوح في اي وقت. كل الشكر ليك دكتور محمود الهواري الامين المساعد لمجمع البحوث الاسلاميه، نورتنا وشرفتنا، رمضان كريم على حضرتك. ربنا يبارك فيك، وصراحه انتم طيبين، وحضرتك طيب.